بالنسبه يعني لاهم المشاكل اللي كتعرفها المدينه ديال سهله، المشكل الاساسي بالنسبه لي هو العلاقه بين المجال الترابي ديال الجماعه والساكنه ديالها. كنشوف ان المجال الترابي او اكبر من الحاجيات ديال الساكنه، حيث عندنا في المجال الترابي عندنا 9 ديال الكيلومتر مربع، يعني 900 هكتار او 1000 هكتار نقولوا، ولكن الساكنه ما كتفشش 30000 نسمه. الور بالنسبه للمدخ الموارد ديال الجماعه كتعتمد غير على الطبيعة، على الضريبه على القيمه المضافه، الضريبه على القيمه المضافه كتعطى على عدد ديال الساكنه وماشي على المجال. إذن الامكانيات اللي كاينه الماليه اللي كاينه للجماعه ما يمكنلهاش تجهز وتنمي واحد المجال الجغرافي اللي فيه 30000 نسمه. الشوارع ديال التهله يعني اقصاء، ما كاينش بنيه تحتيه، ما كاينش مرافق، ما كاينش هادشي ديال الملاعب القرب، مركبات ثقافيه، مقارنه مع مجموعه من المناطق اللي كتعرف نفس الوضعيه ديال التهله. في الوقت اللي ان التهله يعني غنيه بجماعه التهله ولا الجماعات المحيطه بها، جماعات عندها مداخل مهمه وبامكانها ترفع بهذا المجال ديال التنموي على هاد المجالات هذا. كذلك الامن الحدود الساعه كتعرفوا كانت كتهله عرفات واحد مجموعه من الاحتجاجات في المجال ديال الأمن، لأن غياب الأمن عنده مبرر واحد، لأن البنية أولا الموارد البشرية قليلة، ثانيا المسؤولين على ولا قوات الأمن يعني ما كاينش سميتو على هذاك المركز ديال الأمن، ما كاينش الدارك الملكي قلال إلى آخره.